شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الثامن من شوال، يعني يوم غد، يصادف ذكرى هدم قبور أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في البقيع. وبهذه المناسبة نتحدث بإذن الله تعالى حول بناء مراقد الأولياء والتبرك بمشاهدهم. ونبدأ الحديث بمدخل ذي مقدمتين. المقدمة الأولى أن هنالك ميلا فطريا طبيعيا كامنا في أعماق جميع البشر بلا فرق بين أن يكونوا إلهيين أو يكونوا ماديين. هذا الميل عبارة عن الميل إلى الاقتراب من العظماء وتخليد ذكرهم وإبقاء آثارهم. ولذلك الآن تجدون في العالم كله، حتى العالم المادي، تجدون أنهم يهتمون اهتماما كبيرا بهذه القضية. هنالك عظيم من العظماء يحمل نوع من أنواع العظمة في بعد من أبعاد الحياة. هذا العظيم كل شيء يتعلق به يحاولون الاحتفاظ به، يهتمون به، يشترونه بأثمان غالية،
عظيم كان قبل 100 عام، 200 عام عند توقيع، باعتبار أن هذا التوقيع توقيع هذا العظيم، ولذلك يحتفظ به. هنالك ثوب لبسه هذا العظيم، يأخذون هذا الثوب يضعونه في متحف من المتاحف، يشترونه بأثمان غالية. هذا في عظيم من العظماء العاديين، فما بالك بالأنبياء والأولياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، الذين كانوا يمثلون قمم الكمال الإنساني، والذين كانوا يمثلون الرابط بين عالم الغيب وعالم الشهود. إذا عظيم من العظماء العاديين نابغ من النوابغ العاديين، ينبغي أن يهتم بآثاره هذا الاهتمام، فكيف بالأنبياء والأولياء والأئمة الذين هم صفوة الخلق؟ ولذلك هذه القضية لا ينقلها فقط الشيعة، وإنما ينقلها حتى المخالفون في أصح كتبهم. وما أعلم أن هؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف العنيف تجاه هذه الآثار كيف يجيبون على هذه الأحاديث. الأمة الإسلامية أيضاً ما كانت مستثناة من هذه القاعدة، كل شيء كان يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. بمرأة من رسول الله، بمحضر من رسول الله، بتقرير من رسول الله صلى الله عليه وآله، مو أنه واحد في مكان فعل عملا يقال أن هذا العمل لا حجية فيه، لا، هذا كان اتجاه عام في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يتبركون بكل شيء يمكن التبرك به من الأشياء المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا لا ننقل عن الكتب التي ربما يقولون إن هذا الكتاب لا نعتمد عليه وأن هذا الكتاب ليس بحجة. هذا صحيح البخاري يذكر في صحيح البخاري، والكتاب موجود في المكتبات، وهو عندهم أصح الكتب بعد كتاب الله، يعني بعد كتاب الله لا يوجد عندهم أصح من صحيح البخاري، ولا يمكن لأحدهم أن يناقش في صحة هذا الكتاب. يذكر، لاحظوا، في كتاب الشروط، كتاب في صحيح البخاري، كتاب الشروط، في ذلك الكتاب يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية أو الحديبية بعد ما
المسلمين أكثر عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه ما كان كثير منهم يعرفون قيمة النبي صلى الله عليه وآله وقدر النبي في البداية. في صلح الحديبية النبي توضأ، المسلمون هذه القطرات التي كانت تقطر من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه القطرات، هذه قطرة ماء، قطرة الماء لا قيمة لها في حد ذاتها، ولكن هذه القطرة لامست جسد أشرف إنسان. الحديد ما إلى قيمة، ولكن الحديد الذي يوضع على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا منتسب إلى رسول الله، مضاف إلى رسول الله، فهو يكتسب قيمة بهذه النسبة وبهذه الإضافة. المسلمون، هذه عبارة صحيح البخاري، كادوا يعني أوشكوا أن يقتتلوا على وضوء رسول الله. الوضوء، الوضوء غير الوضوء، الوضوء يعني الشيء الذي يتوضأ به، يعني الماء الذي يتوضأ به. كادوا يقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا الماء متبرك برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في صحيح البخاري في كتاب الشروط، لاحظوا. في صحيح البخاري أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله بقي شيء من شعره المبارك، شعر النبي صلى الله عليه وآله بقي شيء من شعره المبارك عند أم سلمة زوجته، فكانت أم سلمة بعد رسول الله بمحضر من المسلمين، بمحضر من حكام المسلمين المعروفين وبمرأة منهم، وما أنكر عليها أحد. إذا واحد كان يبتلى بالعين، العين حق، وكثير من هذه المشاكل التي تحدث بأثر العين هذه أسباب غيبية، وهذه الأسباب الغيبية تكون علة للأسباب الطبيعية. يعني السبب الغيبي يحرك السبب الطبيعي فيسقط الإنسان. واحد يشوف شيء لا يتحمله فيكم، ولو كان هذا الإنسان خادما في البيت، يشوف الحمد لله أنت متنعم عندك نعمة، وهو زوجته أولاده يعيشون في أي وضع في بلد ثاني، هذا يبتلى هذا الإنسان بالعين، ينظر نظرة حسرة إلى هذا الإنسان، هذا يبتلى بالعين. هذا عامل غيبي يحرك العامل الطبيعي فيسقط الإنسان، يبتلى بمشكلة يتمرد. الإنسان الذي كان يبتلى بالعين كانوا يأتون بقدح من الماء إلى أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في صحيح البخاري في كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب في ذلك الباب. يقول: فكانت أم سلمة
تأخذ شعر رسول الله. هذا مو شعر إنسان عادي، شعر أشرف البرية، وتغمسه في ذلك الماء، فكان يؤخذ ذلك القدح إلى ذلك الإنسان المبتلى بالعين فيشربه فيبرأ بإذن الله. هذا في صحيح البخاري. يعني هذه الآثار المضافة إلى ولي من الأولياء، وإن كانت في حد ذاتها حديدا أو جلدا أو خشبا أو ما أشبه ذلك، لكن بمجرد ما تضاف إلى ولي من الأولياء تكون لها قيمة، تكون مؤثرة في عالم التكوين، تشفي المريض وتجبر المهيض وتقضى بها الحاجات ويتبرك بها. في أحوال خالد ابن الوليد، هذا الرجل المعروف، ذكروا وراجعوا كتبه وتواريخه أنه في موقعة اليرموك، هاي الموقعة المعروفة، خالد كانت له قلنسوة، شيء يضعه على رأسه، فقد هذه القلنسوة، فأمر أصحابه أن يبحثوا عنها. ذهبوا بحثوا هنا هناك لم يجدوها، ثم ذهبوا وبحثوا فوجدوها، وإذا بها قلنسوة خلقة بالية عتيقة. قالوا له: ما هذه؟ شنو هذه القلنسوة؟ قال: في حج النبي صلى الله عليه وآله النبي ذهب وحلق، فجاء المسلمون وأخذوا يأخذون هذه الشعرات المباركة من رسول الله من يد الحلاق، هذه الشعرات المتساقطة على الأرض أخذوا يأخذونها، وأنا يعني خالد أخذت شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الشعر المقدم، هذا يقال له شعر ناصي، أنا أخذت وأنا أحتفظ بهذا الشعر في هذه القلنسوة، وفي أي معركة أنا دخلت وعلي هذه القلنسوة كان الفتح نصيبي، في أي معركة معي هذه الناصية، هذه الخصلة من الناصية، الفتح يكتب للجيش الإسلامي. هذه في كتبه، هذا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في بقية كتبه. يعني هذا النزوع إلى تقديس هذه الأشياء المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأولياء، هذه كانت ظاهرة عامة في جميع الأمم وفي هذه الأمة الإسلامية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا شيء، دققوا في هذه المقدمة، يمثل
ميل طبيعي في الأفراد في الأمم. الدين يريد أن يردع عن هذا الشيء. يوجد هنالك ميل طبيعي في الأمم في الأفراد، الدين يريد يردع عن هذا. يجب أن يكون الردع ردعا قويا واضحا مستحكما بحجم استحكام ذلك الميل الطبيعي. جيد، هذا الميل موجود في جميع الأمم في جميع الأفراد، أنه يقدسون العظماء، يبنون على مراقده، يتبركون بآثاره، يقبلون الأشياء المضافة لهم. أكو هنالك الردع من جانب الدين عن هذا الميل وعن هذا الاتجاه؟ يوجد. إذا حقيقة كان هنالك الردع، فأين هذا الردع؟ هل توجد هنالك آية في القرآن الكريم تردع عن هذا الشيء؟ أكو آية في القرآن الكريم؟ هذه الظاهرة التي لها عمومية يجب أن يكون هنالك ردع قوي عنها. أكو هنالك آية تدل على الرد؟ بالعكس، الآيات القرآنية تدل على خلاف ذلك. في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهل الكهف كانوا في كهفهم، جاءوا واتخذوا على كهفهم مسجدا على قبرهم. هل هنالك في الأحاديث حديث واضح يدل على الردع عن ذلك؟ الآن ماكو مجال للتفصيل، ولكن أكتفي بالإشارة، ولعلنا نفصل في وقت آخر إذا شاء الله. الأحاديث، مجموعة من الأحاديث تعد بأصابع اليدين، أحاديث كلها ضعيفة باعترافهم. راجعوا كلمات علمائهم في الرجال الذين رووا هذه الروايات، هي هذه الرواية التي استندوا إليها في هدم قبور البقيع. 15 عالم من العلماء قبل 76 عام، دليلهم رواية يرويها أبو الهياج. في هذه الرواية يقول: ولا قبرا إلا سويته. رواية يرويها مجموعة من الأفراد الذين فيهم كلام، واحد منهم مدلس، واحد منهم ما كان يعرف اللغة وكان يروي بالمعنى، كاتبين في أحوال، واحد منهم مجهول، واحد منهم ضعيف. مجموعة الروايات الواردة في هذا الباب، مجموعة من الأحاديث الضعيفة التي لا تدل على المقصود، يعني ضعيفة من ناحية السند وضعيفة من ناحية الدلالة. هل يمكن أن الإسلام الذي يجب أن يبين ويوضح يكتفي في الردع بهذه الأحاديث الضعيفة؟ هذا الفصل الأول.
الفصل الثاني: إذا كان البناء على القبور محرما، إذا كان بدعة، ولذلك هدمت قبور أئمة أهل البيت في البقيع وقبور كثير من الصالحين، هذا قبر النبي صلى الله عليه وآله موجود. إذا البناء على القبر بدعة، لماذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله باقي؟ يجب أن يهدم هذا القبر أيضا. إذا البناء على القبر بدعة، المراقد بدعة، وبهذه الحجة هدمت قبور أئمة أهل البيت في البقيع، وهذا قبر النبي أيضا هذا بدعة. هذا القبر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا القبر اللي الآن تشاهدونه مر بمراحل متعددة. في عهد الأولين حدث هنالك بناء في هذا القبر المبارك، في عهد الأمويين حدث هنالك إعمار لهذا القبر، في عهد العباسيين حدث هنالك إعمار لهذا القبر المبارك، وهذا القبر اللي الآن تشاهدوه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة من آثار العثمانيين. السلطان عبد الحميد هو الذي بنى هذا القبر بهذه الهيئة. إذا ذاك بدعة فهذا أيضا بدعة، إذا ذاك يجب أن يهدم هذا يجب أن يهدم أيضا، وإذا لم يكن هذا بدعة وكان مشروعا فهذه أيضا ليست بدعة وهي مشروعة. هذه النقطة الثانية، ونختم الكلام بالنقطة الثالثة. النقطة الثالثة: من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم، كانت هنالك مراقد كثيرة، مراقد قلنا هذا نزوع فطري في البشر. في عهد عمر فتحت فلسطين، في فلسطين هنالك قبور أنبياء متعددين، قبر يوسف، قبر يعقوب، قبر إسحاق، قبر إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، هذه قبورهم كلها كانت في فلسطين. لماذا لم يأمر عمر بهدم هذه القبور؟ ليش؟ الإشكال على منطق هؤلاء وارد على عمر، ليش ما أمر بهدم هذه القبور؟ كان يجب أن يهدمها باعتبار أنها بدعة، باعتبار أنها تمثل الشرك بالله سبحانه وتعالى ما يجري حوله. في الشام كانت هنالك قبور أنبياء وأولياء من قديم الأيام، هذا من قبل الإسلام كان. في جدة كان هنالك قبر حواء على ما هو المشهور، كان هنالك قبر حواء أمنا حواء صلوات الله عليها، وسميت جدة بجدة على المشهور لأن جدتنا فيها، جدة قبر كان عندها، مرقد كان عندها. جاء هؤلاء وهدموها، هم هؤلاء هدموا هذا المرقد. المسلمين مئات الأعوام كانوا يشاهدون هذه المراقد،
مرقد حواء في جدة، مرقد النبي إبراهيم في فلسطين، مرقد إسحاق ويعقوب ويوسف في فلسطين، مقام إبراهيم ما هو؟ مقام إبراهيم شنو هو؟ صخرة هذا البيت الزجاجي اللي تشوفوه المثمن الأضلاع، هذا يحتوي على صخرة، هذه الصخرة عليها أثر قدم إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، حجر إسماعيل، هذا الحجر الذي نجعله في طوافنا ونتمسح به ونتبرك به، والمسلمين كلهم إلا هذه الفئة الشاذة. هذا شنو هو حجر إسماعيل؟ مدفن، حجر إسماعيل الذي نطوف به ونتبرك به، مدفن، مدفن إسماعيل ومدفن أمه هاجر ومدفن مجموعة من الأنبياء وأولاد الأنبياء مدفونين هنا. فبناء على ذلك هذه البلاد، فلسطين، الشام، اليمن، المغرب، العراق، إيران، في شوشتر قبر النبي دانيال، في شوشتر، هذه البلاد كلها مليئة بالمراقب. ليش النبي صلى الله عليه وآله ما أمر بهدمها؟ الأول ما أمر بهدمها، الثاني ما أمر بهدمها، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أمر بهدمها. إذا هو يقول ولا قبرا إلا سويته لأبي الهياج، هو لماذا لم يهدم والبلاد جاءت تحت يده؟ الأمويين والعباسيين والعثمانيين ليش ما هدموا؟ كلهم كانوا على ضلالة، كلهم كانوا مشركين، هذا معقول؟ رجل قال لهذا الرجل المعروف الذي بدأت جميع الفتن منه، قال له هذا الشيء الذي تقوله متصل أو منفصل؟ يعني هذا رأي جديد عندك أو لا تلقيته يدا بيد أنت عن شيخك، عن مشايخك، عن النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه الآراء اللي عندك وتدعو إليها وتكفر المسلمين من أجلها، كل المسلمين كفار، هذا متصل أو منفصل؟ قال الرجل المعروف لا، بل هو منفصل، ومشايخي ومشايخ مشايخي إلى 600 عام كلهم مشركون، ملايين المسلمين اللي أجوا من عهد رسول الله إلى عهد هذا الرجل كلهم كانوا مشركين، هو جاء واكتشف التوحيد. جيد، قال له ذلك الرجل إذا كان هذا ما تقوله منفصلا فمن أين أخذته؟ من أخذته؟ أنت ما تلقيت هذا من مشايخك ومشايخ مشايخك، فمن أين تلقيته؟ قال إلهام كالخضر. شلون الخضر الله سبحانه وتعالى كان يلهمه؟ اقتل هذا الغلام،
ابني هذا الجدار، هذا إلهام. فقال له ذلك الرجل: إذا إلهام، إذن كل واحد يتمكن أن يدعي الإلهام. تقول إلهام، إذن أي واحد يجي ويقول شيئا جديدا ويقول إنه إلهام من الله تعالى لي كالخضر، شنو جوابك على ذلك؟ فسكت الرجل. في قضية أخرى أيضا قال له رجل، ويمكن هو أخوه في هذه القضية الثانية ربما، لأن أخوه كان مخالف بشدة إليه وكان ينكر عليه أشد الإنكار، ثم خاف من أن يقتله فهرب الأخ، هرب من هذا الرجل. قال له: الله تعالى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان كم يعتق من عباده من النار؟ فقال الرجل: 100,000. هذا موجود في الأحاديث إن الله تعالى يعتق في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 100,000 إنسان من النار، وفي الليلة الأخيرة من شهر رمضان يعتق بعدد ما اعتق في الشهر كله يعتقه. قال: جيد، الله تعالى يعتق هذا المقدار في شهر رمضان، وأنت تعتقد أن كل المسلمين مشركون، كلهم، كل من يتمسح بالأضرحة، يطوف حول الأضرحة، ينذر على ما يقولون، هؤلاء كلهم مشركون، قبوريون كما يقولون، إلا أنت وجماعة محدودة معك، فمن هم هؤلاء الذين يعتقهم الله من النار في شهر رمضان؟ إذا أنت وجماعتك لا يبلغون عشر معشار هذا المقدار، من هم هؤلاء الذين يعتقهم الله من النار؟ فلم يحرج جوابا وسكت. على كل حال، هذه الظاهرة التي كانت من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي عهد من جاء بعده، وفي عهد الأمويين، وفي عهد العباسيين، وفي عهد العثمانيين، وإلى الآن موجودة حتى في ظلها، لأن قبر النبي موجود صلى الله عليه وآله، الناس يجون يتبركون بهذا القبر إذا يتمكنون، يقبلون هذا القبر إذا يتمكنون، يطلبون من الله حوائجهم ببركة صاحب هذا القبر إذا يتمكنون من إظهار ذلك. هذا الشيء لا يمكن أن يكون دليلا إلا على إمضاء الدين لهذه الظاهرة. هسه في يوم من الأيام كانت هنالك ظروف، كانت هنالك أعذار، كانت هنالك مبررات صحيحة أو خاطئة، ما علينا بتقييمها، أوجدت هذا الواقع. ولكن الآن بعد هذه المبررات غير موجودة، هذه الحجج غير موجودة وغير ناهضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسعي والاهتمام كل بمقداره في القضية المعروفة أن ذلك الطائر جاء وأخذ قطرة من الماء وألقاها على نار نمرود، فقالوا له لذلك الطائر: وماذا تنفع هذه القطرة؟ قال: أنا هذا المقدار اللي أتمكن منه،
أنا أؤدي وظيفتي بمقدار ما أتمكن. إحنا كل واحد منا بمقدار ما يتمكن يجب حقيقة أن يسعى في إعمار هذه المراقب، ولو بطبع كتاب حول هذا الموضوع، ولو بنشر منشور حول هذا الموضوع، ولو بإقامة مأتم غدا. هذه القضية تتعلق بأربعة من أئمة أهل البيت: الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق صلوات الله عليه، بكثير من صحابة رسول الله الأخيار، بمجموعة من زوجات رسول الله الزوجات الصالحات، ولو بإقامة مأتم في هذه المناسبة. إنكار للمنكر ولو بهذا المقدار، وسعي لهذه القضية ولو بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.